طبعا حضراتكم كلكم عايزين تعرفوا احنا ليه اخترنا المدرب اللي موجود الان اللي هو ريني فايلر. يعني في انواع طبعا سيفيهات كثيره جدا درسها النادي الاهلي لمدربين كثيرين، ومنهم مدربين يعني عالميين، لكن لكل واحد ظروفه. لكن احنا لينا مواصفات معينه في اختيار المدرب، مواصفات غير تقليديه. المواصفات التقليديه ان انا اجيب مدرب حتى لو سنه مثلا 60 70 سنه وعنده 20 30 بطوله، وابقى مبسوط ان انا جايب هذا المدرب ومتهيألي ان هو معاه المفتاح السحري لكسب البطولات. انما احنا اختيارنا اختيار غير تقليدي بالمره. احنا اختيارنا اختيار شبابي طموح لديه الرغبه في تحقيق ذاته مع النادي الاهلي ومع فريق النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا انك بتختار مدرب له الطموح الكبير جدا في ان هو يعمل ويجتهد لكي يعني يحقق نتائج لنفسه وللنادي الاهلي. مدرب مش لابس بدله وقاعد في المدرج ولا قاعد بره عشان بس يحط الفريق التشكيل وعمل طريقه وبعد كده انتهى شغله. مدرب ميداني في قلب الملعب، في كونتاكتس واتصال مباشر باللاعبين، خاصة ان لاعبينا في وطننا العربي ليسوا مكتملي يعني التجهيز الفني او التكتيكي، لا محتاجين عمل داخل الملعب سواء جماعي او عمل فردي مع الجهاز الموجود. عشان كده مهم جدا ان عندك مدرب عنده طبعا له خبرات وله نجاحات في اتكلمنا في سويسرا وفي بلجيكا وحقق طبعا كلكم قريتوا الحاجات دي وقريتوها. لكن في كثيرين كله منصب على انه هو عايز يبقى عنده هاله كبيره جدا للمدرب اللي بيجيبه. اعتقد دي نظره مختلفه جدا عندنا. احنا عايزين مدرب في الملعب يشتغل مع اللاعبين. اللاعبين عندنا في العالم العربي لهم نواقص وفي مصر. واحنا دي حصلت معانا مع اجهزه فنيه سابقه كانت بتشتغل معانا، في فلان عنده نقص في كذا، فلان عنده نقص في تدريبات فرديه مع الجهاز اشتغلها في اوقات اخرى او في نفس وحدات التدريب، لكن حاطط ايده في كل صغيره وكبيره. ودي نقطه مهمه جدا لتحقيق الاكتمال الاعداد سواء الاعداد البدني او الفني او الذهني للاعبين. الحاجه الثانيه برضو والشيء المهم في هذا الامر انه هذا الجهاز له نظره وكونتاكتس مع قطاع الناشئين، يعني هيبقى له يعني ملاحظات ومتابعات لقطاع الناشئين و ابداء ملاحظات لكيف يتم اعداد اللاعبين، خاصه اللعيبه البروميسنج اللي على وشك ان هم يلعبوا في الفريق الاول. اساليب اللعب دي كانت نقطه مهمه جدا، ودي اول مره بتحصل في مصر ان يبقى في جهاز فني بيشتغل مع الفريق الاول لكن ايضا عينه طبعا مع المساعدين على قطاع الناشئين، لانه يبقى في هنا وحده عمل وفي تواصل بين العمل اللي بيتم في قطاع الناشئين مع الفريق الاول. ودي نقطه مهمه جدا يمكن اول مره حد بيعملها، لان دايما كل المدربين الاجانب بيجوا كل هم ان هو يشتغل مع الفريق الاول وخلاص ملوش دعوه باي حاجه بعد كده. انما الجهاز عنده التزامات هتخلي اثر عمله هيبقى متواجد حتى لو خلص ومشي بعد سنه بعد اثنين بعد عشرة، هيكون له بصمات موجوده مع الاجيال اللي هي طالعه. ودي برضه نقطه من النقط المهمه جدا. انا مش عايز اتكلم كتير في موضوع الجهاز الفني لكن ده اقتراعنا ودي مسؤوليتنا. يعني لجنه التخطيط مع رئيس النادي اختارت هذا المدرب واحنا بنتحمل هذه المسؤوليه، ما بنتنصلش منها. لكن لابد ان يكون الاختيار لازم يكون فيه وجهه نظر معقوله ووجهه نظر عمليه، وده اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا في اي حته في العالم الاختيار فيه ريسك مخاطره، في اي حته في العالم انت بتجيب مدرب السي في بتاعته كذا كذا كذا، لكن هل تعرفه اشتغل بيشتغل مع المدرب مع اللاعبين ازاي؟
دي عامل لاعبين ازاي؟ مش موجودة في السي في بتاعه. هل عنده طموح؟ مش موجودة في السي في بتاعه. قد يكون عمل نتائج مع الفريق اللي هو الفريق نفسه، هو فريق جيد وعمل معاه نتائج. بضيف نقطة مهمة جدا، النادي الأهلي عمل مدربين كتير، استفاد من المدربين، لكن أيضا عمل مدربين كتير بتقاليد النادي الأهلي وبإفساح المجال للعمل في جو نقي للجهاز الفني، ولذلك حقق بطولات كثيرة جدا مع مدربين أجانب ومدربين مصريين ومدربين من جميع الجنسيات. أما نيجي نتكلم بقى، بس أنا عايز أقول كلمتين صغيرين كده، هناك مدربين كثيرين ابتدوا هم ما كانش حد يعرف عنهم حاجة، حققوا نتائج كبيرة جدا. فإذا الطموح موجود وده مطلوب. بتكلم كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي نجاحاته طول عمره بوحدة النادي الأهلي، الوحدة اللي بتشمل اللاعبين، بتشمل الجماهير، بتشمل إدارة النادي الأهلي. الوحدة دي كانت سبب كبير جدا في تقاليدها وإرسائها وفي جماعيتها اللي بتحقق النتيجة الكبيرة. أنا بهيت بجماهير النادي الأهلي أن تقدم الدعم الكامل، ليس الجهاز الفني فقط، الجهاز الفني واللاعبين ولإدارة النادي، لأن وحدة النادي الأهلي هي الأساس في كل نجاح. دي نقطة أنا بركز عليها في هذا الجو اللي احنا موجودين فيه، وفي بعض الأحيان مش عايز أتكلم، جو محموم في بعض الأحيان من جهات مختلفة. أنا بقول النادي الأهلي عشان ينجح، وسبب نجاح النادي الأهلي على طول العمر هذه الوحدة الموجودة، منظومة جماهير مؤزرة، مش جماهير متفرجة ولا سلبية. عمر النادي الأهلي ما كان جماهيره سلبية، كنا نشوف المدرجات الوقت اللي محتاج النادي الأهلي فيه الجماهير في مباراة عصيبة بتلاقي الجمهور مؤازر ومساند وبشراسة وبيحث اللاعبين على الأداء والجهد، مش مدربين، مش جماهير قاعدة تتفرج وتسقف وخلاص وانتهت العملية. دي صفة موجودة في جماهير النادي الأهلي، ولذلك أنا بهيب بجماهير النادي العظيمة الوفية اللي بتقف مع النادي الأهلي باستمرار، إنها تتكاتف مع فريق النادي الأهلي، مع جهاز الفني النادي الأهلي، مع إدارة النادي الأهلي. وانس تم اختيار في أي حاجة لازم أآزر. مجلس إدارة اختير بجميع عمية بآزر مهما كان لي رأي مخالف. الجهات المسؤولة في النادي الأهلي اختارت جهاز فني بآزر. الجهاز الفني اختار لاعبين معينين لمباراة بآزر. ده البروتوكول اللي موجود في العالم في الأندية المتقدمة الكبيرة، ومن ضمنها النادي الأهلي اللي له تقاليده العريقة الكبيرة جدا. أنا برحب بالجهاز الفني اللي موجود جنبي كلهم، برحب بيهم وبتمنى لهم التوفيق في عملهم، وإن كلنا مثابرين وكلنا مساندين لهذا الجهاز ولفريق النادي الأهلي، وأرجو لكم التوفيق بإذن الله تعالى. شكراً.